اهلا اولا السلام عليكم، بارك الله فيكم. انا صفه ابو الخميس موسى مختار محله إسين. في هذا اليوم طبعا نتواجد في منفذ إسين الحدودي البري، واليوم في حملة تطوعية لمؤسسات المجتمع المدني بجميع شرائح من البركة إلى غات و304 وإسين وجميع الشباب. حقا يعني نشكر جميع الشباب حاضرين هنا بحملة تطوعية بتجهيز المنفذ لمشكلة المرض فيروس الكورونا، بحضور ان يكون لنا ان نكونوا نحموا روحنا ونحموا اهلنا ونحموا البلد اللي هو غات والبركة وإسين ببلدية غات بصفة عامة. ونشكر ثانيا الشباب كلهم بحضورهم جميع الشرائح من الشرطة والجيش والمتطوعين والجميع ذكورا وإناثا اليوم متواجدين هنا وتشبحوا في جرار يخدم ويطلع التراب وينظف الموقع، وجميع الناس متحمسين بمجهودهم الذاتي، ليس من دفاع عن أي حد، يعني ما في حد دافعهم جو بالتطوع كامل. ونشكر الجيش اللي خارص هنا ونشكر الشرطة اللي خارصين هنا، شباب بارك الله فيهم، والمدير الأمن جاي توا والشباب بارك الله فيهم، واني نشكرهم جزء السكر ونعجز باش ان نعبر اكثر مما قلت توا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم سناء هاني ياسين، جمعية ليبيا وابني غريب قسم العلاقات العامة. طبعا بدينا في حملة او مبادرة بعنوان من نبني الحدود من بالدعم الموجود من اجل الحدود ليبيا وابني غريب، بالتعاون مع بعض المؤسسات المجتمع المدني وبعض الشباب والشابات المتطوعين. والحملة الأولى كانت تجهيز أو صيانة المحجر اللي راح يكون فيه الحجر الصحي للعائلات اللي تخش بالحدود، يتم حجرها 14 يوم، واليوم موجودين في المنفذ يتم صيانته وتنظيفه مع بعض المؤسسات. طبعا لان هذه المبادره بدات لان بعض المسؤولين او الاغلبيه المسؤولين ما بدلوش او ما قاموا بهالمبادره، وقلنا احنا كمؤسسات مجتمع مدني نديروا هالمبادره باش يعم كل السلام للوطن. وشكرا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسوله الكريم. طبعا اليوم الثاني للعمل التطوعي في منفذ إسين البري باسم فرق الكشفيه المتواجده في إسين التابعه لفوج البركه
طبعا جاتنا الكلام جانا من فوق، جانا تحركوا مع جمعية الليبية وبن غريب ومؤسسات مجتمع المدني بصفة عامة بتنظيف أو تجهيز منفذ يسين البري. فهذه تكون طبعا جت مرحلة نقوله يوم الثاني على التوالي. بالأمس أول أمس كنا في تنظيف مقر السجون السجن سابقا ليتم تصنيفه لحجر الصحي لمنطقة بلدية غاط بصفة عامة. وأيضا الشكر موصول لكل المؤسسات اللي شمعت اللي ساهمت معنا في هذه الحملة ضد طبعا هذا الوباء الذي انتشر في العالم أجمع.